هل المقاومة الآن هم اللي أخدموك؟ المقاومة يعني الجماعة هذولا الشباب اللي يدوك لهنا هم لا ما أخدموش. أنا أقول لك واجهتهم، أنا واجه الحويثة جماعتي تواجه أنا وياهم، فأخيرا انسحبوا جماعتي، انسحبت أنا معاهم شوي، أصبت بعدها. بعد ما أصبت قلت إحنا يعني في ما عاد يرون المقاومة، فجتنا حق ساعة فهم يعني بيتراحلوا على كل واحد يكلمني عيسى يجيب لي النقال عيسى يجيب لي ذا، حتى انهم بيتراحلوا شوي شوي شاوروا بي بيناتهم البي، قلت خذوني من هنا شلوني روحي معكم. واخيرا هم خمسه سته راحوا وخلوني هنا لحالي هنا انزف وانا اتمنى عمري. مين هم هذول الخمسه اللي تعرف اسمائهم؟ جرو بندقي من بيتي بندقي، جرو شعبتي، جروا فلوسي بعد ما كنت مصاب. ايوه اصبت. ايوه ايوه جروا كل حاجه معي راحوا. خلي حبه حبه، انت الان اصبت؟ نعم. اخذوا حقك السلاح الالي؟ نعم. واخذوا حقك ال وجعبتي؟ ايوه. ما خلوا فوق الا ليلة. وايش قالوا لك؟ قالوا ما اجوا لي ابد ما غرفوا الله، وقلت الدور الالي اقتل نفسي اقتلوني لا تخلوني شايل ابو ساكر راحوا ولا تبلوا علي راحوا فلتني انا سيدي الكلب. كم كان عدد المصابين اللي كنتم انتم؟ واحد قتل منهم وانا مصاب، واثنين مصابين اصابتهم مشوا. طيب المصابين هذاك نقلوهم ولا نفس وضعك انت؟ بيخطأوا. شلوهم يعني؟ واحد شلوه واحد بيخطأ. ليش هذا اللي شلوه كيف؟ ايش قصته؟ يا واحد ابن حلال بزين كان بزينيني فذاك الثاني صح قال بزيني انا ما تحكي كذا يعني قلت عادي قصدي اخذوه وخلاص وراحوا ما ادري وش. أنا خلوني هناك يوم كامل ولا حد. طيب الأشخاص هم نفس المنطقة حقك من ال الأشخاص ما هم من المنطقة حقي. من المنطقة حقي واحد مصاب صوب هناك وأخذوه. يعني سحب مصحبه. أيوه. اللي كانوا معك منهم من أي؟ من برط. القوف. برط. برط القوف. أيوه. من برط. ومن خولان. من خولان يعني في من منطقتك؟ من منطقة حكي من خولان يقول من رعد أو من الجوبة أو من يعني ما هو من المحل الحكي ولا من جروا لكم سلاحي جروا لكم ما أشتري أنا أدي لكم ما أشتري أبيع لكم طيب. مالي كان قريب لو مثلا لو كانوا يشتوا يسعفموك هل في مكان قريب ممكن يسعفموكم ينقذوا حياتك؟ آه قريب الموقع قريب كان قريب. مسافة كم؟ 500 متر أو 600 متر. طيب ليش تركموكم؟ جبناء أقول لك صراحة في وجه الرأي العام إنهم جبناء ولا هم كانوا يقولون بيضحون على المقتول لما يخرجونه سبع مقاتيل ما بالك بيضحون على المقتول لما يقتل منهم سبع مقاتيل لما يخرجونه ما بالك أنا بخير في أكو يقول خرجوني أنا بخير خرجوني فلتني أنا